ورجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا ضيوفنا الكرام المكملين معانا فقرتنا الثانيه في برنامجنا باختصار. معانا ضيفنا العقيد هشام سالم، مرشح لرئاسه مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. منورنا. أهلا. منور استوديو قناه الصحه والجمال. اهلا بحضرتك. ومعانا مهندس محمد شتا، مرشح لعضويه مجلس اداره 6 اكتوبر. منورنا يا باشمهندس. الله ينورك يا فندم. ومعانا كابتن احمد الشاذلي، عضو سابق لمجلس اداره نادي 6 اكتوبر ومرشح كعضو مجلس اداره للدوره القادمه. منورنا يا كابتن. طبعا انا يعني انا هنبتدي الاول بقى نتكلم عن الدوره القادمه ان شاء الله والاهداف وكل الطموحات اللي ممكن يحققها مجلس اداره نادي 6 اكتوبر. وهنبدا مع العقيد هشام. عايزه اتكلم في البدايه عن الارتقاء بمستوى الخدمات، لان الخدمات في النادي بتعتبر القيمه الفعليه والاساسيه لنادي 6 اكتوبر. ازاي ارتقي بخدمات النادي؟ بشكر حضرتك والقناه بالاهتمام الدائم للعمليه الانتخابيه داخل نادي 6 اكتوبر 2019، وده تعتبر مشاركه فعاله قويه جدا من الساده القائمين على القناه. و بقول للناس والاعضاء جميعا كل سنه وهم طيبين باذن الله. مولد النبي الشريف، يقعد علينا الايام يا رب بخير. جميعا يعني. وبختص برضو الشكر يمكن حتى دفعتي 89 حربية، نعتبر ان ده عيد ميلاد الدفعة النهاردة. كل سنة بالمناسبة يعني الانتخابات او المحاور اللي احنا اشتغلنا عليها داخل نادي 6 اكتوبر بالنسبة للرؤية بتاعتنا في التطوير، هي ليها ثلاث محاور رئيسية. المحور الرئيسي اللي احنا اتكلمنا وما زلنا هيكون الدعم في الاتجاه هو الارتقاء بالمستوى الخدمات داخل النادي. ده بيهمنا، بيهم كل عضو، ده لا حياد عنه، وده اساسي في الاتجاه بتاعنا كمحور رئيسي. تمام. المحور الثاني اللي احنا بنتكلم عنه اللي هي تعظيم موارد النادي واستغلال الامثل لكافة الموارد. ويمكن كمان احنا هنتكلم في الميزانيات السابقة كان دايما في رقم غير مستغل، وهي الـ الأصول دايما بيبقى فيها إهلاك، فالأرقام دي كبيرة جدا. الرقم الإهلاك دوت لا هنعظم من استغلاله بقوة. دي نقطة مهمة. أكيد طبعا. أكيد. المحور الثالث وده اللي بيهمنا جميعا ويمكن احنا عايشين عشانه هم ابناء الناشئين. ده يعتبر ده الهدف الاسمى اللي حركنا أكيد، اصلا لأن ده انشاء جيل جديد، فده اعتمادنا كله عليه. وواجبنا قدام الدوله ان احنا نقدر بندفع بناشئ قوي يتحرك في اتجاه الدوله فيما بعد باذن الله. وده واجب مش مجتمعي بس، نعتبر مصر على قائمه الدول العالم، فلازم يبقى احنا عندنا الناس المؤهله ونقدر نخوض التجارب العالميه بقوه. ده اللي بيهمنا في الثلاث محاور. خلينا اقول لحضرتك ان في العنوان الرئيسي لينا هي التنميه الشامله لجميع عناصر داخل النادي. يعني ما فيش تفصيله صغيره الا ودخلنا فيها. لذلك كان العناصر اللي احنا استهدفناها انها تبقى معانا موجوده داخل مجلس الاداره، البنيان الرئيسي ليها هي التاهيل العلمي ثم التاهيل العملي التنفيذي اللي حقق بالفعل نجاح مباشر. خليني ارجع للنقطه المهمه اللي هي تعظيم الموارد الغير مستخدمة، بمعنى النسب الهالك داخل الميزانية. الصيانة شيء مهم وأساسي. ده أكيد. وأثناء ما اخترنا العناصر كان العناصر اللي معانا داخل العضوية مجلس الإدارة وأثناء الاختيار اتكلمنا إن يبقى في تنوع دائم، ما ينفعش إن يبقى في حد عنده تأهيل معين يبقى في تكرار من الموقف ده، لا اتكلمنا ان احنا لازم يكون في تنوع ده. فعنصر الصيانه داخل النادي بكافه منشاته وبكافه ادواته سواء على المستوى الاجتماعي، على النشاط الرياضي الثقافي الترفيهي، الصيانه هي الاهم، وهي دي اللي هتحفظ لنا الاصول بتاعتنا بالزبط. اللي هي هي الاساس، اللي هي كمان خلال السنوات القادمه
ده كل ما حافظت على الاصول بتاعتك كل ما قيمه بتتعظم بتاعتك. فكان الاختيار بتاعنا وفضل من عند ربنا المهندس محمد شتا، حد مؤهل علميا، حد خاض التجربه على الارض الفعليه، عنده روح تحدي كبيره جدا، عنده دقه في الاداء التنفيذي بتاعه، عنده مصابره كبيره، وده اللي احنا محتاجينه عشان نقدر نحافظ بالحته دي. واحنا بنؤمن بعمليه التخصص، وده شئنا ام ابينا التخصص بيجيب نتيجه ايجابيه، لازم التخصص ونعتقد فيه ويبقى كل الثقه في التخصص ده. فطبعا اللي يقدر يتكلم بقوه طبعا المهندس محمد شتا في عمليه الصيانه باذن الله. مهندس محمد شتا، يعني حضرتك طبعا يعني قدير وفي منصب يعني انت يعني كنت موجود فيه قبل كده في احدى الانديه الكبار، وعلى كفاءه وقدره وخبره في المنصب ده. فانا يعني احب ان حضرتك تقول للساده المشاهدين، وانا عن نفسي انا احب يعني اعرف ازاي ارتقي بالخدمات في نادي 6 اكتوبر، نادي كبير مساحه كبيره وعريق، ويعتبر من اكبر الانديه في مصر بعد يعني كمساحه بعد نادي الشمس، بس هو نادي يعني راقي، وكل الخدمات اللي فيه طبعا الحمد لله على مدار السنين اللي فاتت كانت الحمد لله كويسه. بس احنا عايزين نعرف المجلس الجديد ان شاء الله بوجود حضرتك طبعا ايه الخدمات اللي تقدر تقدمها وترتقي بيها في النادي. تمام، في البدايه طبعا بشكركم على البرنامج الجميل ده، وطبعا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب حضرتك. موضوع النادي اللي لفت نظري فيه موضوع الصيانه يعني النادي شغال بنسبه 40% ان لم يكن يعني. والصيانه في الاساس هي اللي بتضمن الحفاظ على اصول النادي زي ما سياده العقيد كده قال. الصيانه المفروض كبدايه، اول اذا ربنا قدر ليا مثلا نجاح ودخلت المجلس ان شاء الله، بنبدا الاول بحصر جميع معدات والات النادي، سواء تكييفات، سواء طرمبات، سواء فلاتر حمامات سباحه. بنشوف حسب الكتالوجيات الموجوده والفايلات الدوريه بتاعت الصيانه الدوريه بتاعتها اللي جايه من الموردين، بنعرف هنبدا في ايه وهنبدا صيانه في ايه. الصيانه الدوريه المفروض ان احنا بنحافظ على المعده قبل ما يحصل لها عطله او قبل ما يحصل مشاكل فيها. الحاجه الثانيه عايز اعمل رفع لكفاءه شبكه الحريق في النادي. شبكه الحريق ممكن مهمله بنسبه كبيره جدا، ودي طبعا من يعني في المقام الاول. في المقام الاول بالظبط، هي اللي هتضمن استمرار النادي، وهي اللي هتضمن الكفاءه اللي موجوده دلوقتي حاليا، او الكفاءه بتاعه النادي تستمر. عايزين نطور المنظومه بالكامل بتاعه الفاير فايتنج كلها. موضوع الشبكات والكابلات وعامله الاناره، بنشوف ان في بعض مشاكل فيها. عامله الاناره دايما الكابلات طالعه منها لبره، لوحات الكهرباء مفتوحه، طبعا ده خطر على الاطفال اللي موجوده، وده نادي اجتماعي ونادي رياضي اكيد طبعا. فلازم بنعمل زي نظام خطه صيانه بتضمن الامان لكل حاجه، بتضمن ان العضو مثلا في وقت الذروه بالتحديد بتبقى في الانديه بتبقى من الساعه 3 للساعه 9. بنضمن ان في الوقت ده مفيش مشاكل، مفيش انقطاع تيار، مفيش مثلا طفل يحصل له مشكله، مفيش حد يحصل له اي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا عايزين نجيب او نستعين بفريق صيانه يكون مدرب، او ندربه احنا على اكمل وجه، يكون قادر ان هو يتلافي اي مشاكل موجوده او اي معوقات موجوده. بيقدر يحط ايده على العطل، اقول له مثلا العطل الموجود في المكان الفلاني، بسرعه يتواجد وبسرعه يكون عنده حضور ذهني يقدر يتعامل معاه بمنتهى الفعاليه وبمنتهى البساطه. بالظبط. في النادي برضو نفس الحوار، خطه الاريجيشن او اللي هي الري، نفس الحوار برضو، المنظومه كلها عايزه تعديل. بعض برضو المسطحات في البرجلات اللي موجوده برضو نفس، يعني كل النادي بصفه عامه او كل المنظومه بصفه عامه عايزه صيانه من اول التكييفات زي ما قلت لحضرتك، لحد الاريجيشن، لحد الفاير فايتنج، وانت نازله لحد لوحات الكهرباء، لحد الاعمده، لحد الابراج الاناره. كل المساحه دي كلها اللي هي مساحه النادي كلها بالكامل عايزه صيانه، وضمان ان احنا نحافظ على اصول النادي اكيد.
بس يعني توفير خط توفير في المقام يعني الاول لازم برضو ان احنا نعمل خطه وبلان نمشي عليها بحيث ان احنا نقدر نوفر اننا نرتقي بالخدمات في النادي 6 اكتوبر. خطه وبلان طبعا لازم تكون دي في الاساس، جداول صيانه لكل معده في الاساس، توفير الخامات والماتيريال اللي موجوده والعدد بتاعه الصيانه دي برضو في الاساس. ما يجيش مثلا في كابل ضرب مش لاقيين له مثلا سرافيل عشان نصلحه، في مثلا ترومبه وقفت مش لاقيين لها الخامه بتاعتها بالظبط، لوحه في مشكله حصل فيها مش لاقيين لها الماتيريال بتاعتها، فلازم يكون في توفير في المخزن او توفير الخامات كلها بصفه عامه، العدد بالنسبه لافراد الصيانه، يبقى في اكتفاء بالنسبه للمنظومه كلها، منظومه ككامل. تمام. كابتن احمد الشاذلي، طبعا حضرتك عضو مجلس اداره مجلس نادي 6 اكتوبر سابقا، وحاليا مرشح لعضويه النادي. ايه المشاكل اللي واجهتك في المجلس السابق؟ وبما ان انت حضرتك يعني قدرت انك تنزل ترشح نفسك في المرحله القادمه. انا احب اشكر حضرتك طبعا على الاستضافه الجميله والبرنامج الرائع اللي احنا موجودين فيه. سؤال هام جدا يعني، هو قبلي احب ابدا بنقطه ان العمل العام هو اساسا للخير واساس هام جدا للخير ونشر صوره ذهنيه او صوره اجتماعيه عما يحدث في المجتمع بطريقه ايجابيه ونشر التعاون بين افراد المجتمع وفي نفس الوقت مساهمه كبيره جدا بين المجتمع ككل، مش بتكلم في شريحه معينه في المجتمع بس، النادي في جميع الشرائح الموجوده في النادي. فده بيساعد على ان انتشار روح المحبه والاخاء بين افراد المجتمع كليا باختلاف يعني كل ثقافه اللي موجوده في الطبقات، وده كان دافع هام جدا ليا انا وتحدي اني ادخل للعمل العام او العمل التطوعي. وجودي في المجلس السابق هو طبعا ده كان حاجه شرف عظيم جدا ليا ان انضميت مع نخبه من الاساتذه الموجودين في المجلس وتعلمت طبعا منهم حاجات كتير. استراتيجيه المجلس ما كانتش واضحه وضوح شامل نظرا للصغر مدتها، والفترة اللي احنا قعدنا فيها ما كملتش ان هي يتحط ليها خطة استراتيجية يعني نبدأ نقول خلال الخمس سنين هيحصل ايه او اربع سنين هيحصل ايه. فبدأت ان انا ابص الموضوع بشكل اسرع اللي هو بريك داون ستراكشر لأوبجيكتيفز، تبقى حاجات اهداف بسيطة وسهلة ان هي تتحقق. بصفتي كنت لاعب في النادي وده يعني مريت من مراحل الناشئين للمحترفين، فخلاني اول حاجه احطها نص بعيني يعني موضوع النادي الرياضيين، الرياضيين اللي في النادي، اللي النادي فيه كوادر كبيره جدا. انا عرفت الرقم طبعا، الرياضيين في النادي كان رقم ضخم، ابطال جمهوريه وابطال عرب وافريقيا وفي منهم عالم كمان في النادي، وعدد كبيره وغير مقدرين يعني مفيش اهتمام بيهم. فكان اول حاجه خالص ان انا اعمل حاجه ايجابيه للابطال، عمل عقود مع النادي بمده المجلس، عقود يعني متدرجه كمان يعني البطل الجمهوريه واول او ثاني جمهوريه او ثالث جمهوريه يبدا يتعمل له عقد، ودي سابقه في تاريخ النادي ان يبقى في عقود للعيبه من سن 14 سنه للدرجه الاولى، وبعد كده العرب، وبعد كده الافريقيا، وبعد كده العالم وهكذا. فده بيساعد ان اللاعب من وهو في سن الناشئين يبص عنده طموح ان هو يوصل ان يكون بطل عالم فعلا، صح. او ان هو يوصل يبقى الدرجه الاولى، لان برضو الثقافه اللي موجوده في مصر يعني مؤخر يعني الكلام ده بدا يتغير الحمد لله، يعني ان الثانويه العامه بيحصل ضغط من الاهالي، فالاهالي بتخلي اللاعب ان هو يبطل وهو في الجولدن ايج بتاعه 18 سنه 17 سنه. فطبعا دي قوه غير مستغله تحصل، فالدعم
بقى بيغطي جزء كبير جدا من الحته دي، وبيساعد ان يبقى في فيجن للاعب او البطل انه يكمل ويحترف. صح. يعني انا اتذكر في احدى البطولات كنت ببص في باسبور احد اللاعبين لقيت مكتوب فيه تراك اند فيلد بلاير 100 متر سبرنتر. ده البروفيشن بتاعته، المهنه بتاعته مكتوبه ان هو لاعب العاب قوة. احنا طبعا يعني الكلام ده يعني لسه هندخل له قدام ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. فدي كانت فرصه عظيمه ان انا احط اول يعني حجر اساس ان يبقى في يا جماعه في لعيبه ابطال جمهوريه موجودين في النادي وعددهم كبير ومعمول لهم عقود، ولازم تعمل لهم عقود، دي تبقى سنه يسن بعد كده عليها. أكيد. التقدم. أكيد. لان طبعا always there is room for improvement يعني. عقيد هشام، رؤية حضرتك في انتخابات مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر في المرحلة القادمة هي 2019 بإذن الله. عاوز أقول لحضرتك إن كانت التجربة من 2017 كان فيها تحدي إن إحنا محتاجين عناصر من الشباب كتير يكون موجود في الانتخابات، عاوزين ناس تبقى مؤهلة علميا قادرين ان هم يخوضوا العمل العام بقوة، وده اتحقق الحمد لله في 2019. في وعي كبير جدا من السادة الأعضاء، وأحب أقول ان احنا في نقطة مهمة لازم أنوه عليها وندركها جميعا. في 2017 لما طلع القانون رقم 71 ل 2017 الخاص بالمنشآت الرياضية واستقلالها، هنا الدولة بتقول لجميع الكيانات الرياضية أو المنشآت الرياضية أو الأندية لازم إنها تستقل بالقرار بتاعها وتدير الشؤون الداخلية بتاعتها دون تدخل. فدي مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق الاعضاء والجمعيه العموميه كامله. انا كنت لسه بدون ما قطعت كلام حضرتك كنت عايز اقول لحضرتك وجهه نظرك الى اي مدى تكتمل النصاب او الجمعيه العموميه. تمام. هو احنا بنفس الاتجاه، بس احب ان انا دايما اوجه النظر ليه ان احنا لازم المشاركه بتاعتنا باذن الله تكون على مدى كبير جدا وواسع جدا. يعني احنا نستهدف طبقا للمسؤوليات اللي احنا اتحطت على عاتقنا من قبل الدولة. أكيد. ان انت خلاص انت بقيت المنشأة الرياضية مستقلة بقرارها باتخاذ كافة الإجراءات الداخلية. لذلك انت لازم يطلع عندك مجلس الإدارة ده مجلس إدارة قوي. قوي جدا. عشان التحديات كبيرة. أكيد. جدا. أكيد. والمشاكل كمان اللي هيواجهها لازم يبقى قدها وان هو يقدر يحلها ويقف قدامها يتصدى ليها بحيث ان احنا نقدر نعمل مجهودات واهداف للنادي. بالظبط. بناء عليه عضو الجمعية العمومية لازم ينزل، لازم ينزل يشارك. ما ينفعش ان انا اقول طيب في ناس عني هتنزل تبقى موجودة، لا. احنا الارقام بتاعتنا لازم تتعدى 30,000، لازم المشاركة تبقى إيجابية من كافة الأعضاء. مفيش سماحة في الوقت أو القرار إن أنا أقول لا حد تاني غيري لا 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 لا، لازم كلنا نشارك في الاتجاه دوت. أكيد. أكيد. فبإذن الله نستهدف إن أكتر من 30,000، وده بيدي رؤية كبيرة جدا على مستوى الدولة ما مدى قوة نادي 6 أكتوبر. طبعا. فبناء عليه الناس الأعضاء لابد إنهم كافة الأعضاء ينزل يشارك، ده مهم بالنسبة لنا عشان بإذن الله الناتج يبقى حاجة مشرفة لينا يا رب بإذن الله. بإذن الله. نرجع للمهندس محمد شتاء، سؤال سريع كده. أنا كعضو في نادي 6 أكتوبر، إيه اللي يخليني أنتخب حضرتك؟ اللي يخليك ايه المميزات او ايه اللي انت الاهداف او ايه الحاجات اللي انت تقدر تحققها لي كأم او كعضوة في نادي 6 أكتوبر عشان انتخبك؟ تمام. كأم انا حضرتك تكوني قاعدة في النادي في حالة استقرار نفسي، مش قلقانة خالص على اولادك، سواء في التمرين سواء ان هم مثلا بيلعبوا باي حاجة، ان حد يتعرض لاي خطر لاي مشاكل لاي ساق كهربي لاي نزول ارضي لاي حاجه في النادي، ان الصيانه هتكون على اكمل وجه.
تكوني واثقه مثلا ابن حضرتك مثلا خلص التمرين بتاعه داخل ياخد شاور، السباكه اللي في النادي اللي هي تعتبر بنسبه 70% بايظه تكون على اكمل وجه ومعدله. يعني انا حصل معايا موقف شخصيا ان ابني خلص التمرين بتاعه ورايح بياخد الشاور بتاعه عادي، بيفتح الدش لقى الميه نازله سخنه نار نار والله، انا نفسي صعقت. فكلمت الصيانه مفيش، كلمت مش عارف مفيش، مفيش اي استجابه خالص من اي نوع. يعني لدرجه ان انا بدات يعني ادخل على السوشيال ميديا واكتب يا جماعه لو سمحتوا الحقوا صينوا الاريا دي او المكان ده بالظبط، لحد ما يعني الاستجابه جت مش عايز اقول لحضرتك بعد وقت. شهر خدت وقت، بعد شهر على الاقل يعني تمام. فانا اتمنى ان انا اذا ربنا اكرمني كنت في وضع المسؤوليه ان انا اعمل فعلا اعاده هيكله للبنيه دي كلها، مش البنيه التحتيه بس لا للبنيه كلها. السباكه بالتحديد زي ما قلت لحضرتك كل حاجه. موضوع السؤال بتاع حضرتك بتاع الام زي ما قلت لحضرتك بالظبط، قاعده واثقه من واثقه ان مفيش اي مشاكل خالص موجوده. بشكرك جدا باشمهندس محمد شتا. طبعا انا للاسف وقت حلقتنا عدى بسرعه، وانا اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح وتحقيق الاهداف لاداره مجلس نادي 6 اكتوبر. بشكركم جدا ضيوفي الكرام، بشكرك عقيدي هشام سالم مرشح لرئاسه مجلس اداره نادي 6 اكتوبر، بشكرك شرفتنا ونورتنا. كابتن احمد الشاذلي عضو سابق لمجلس اداره نادي 6 اكتوبر ومرشح كعضو مجلس اداره للدوره القادمه ان شاء الله بالتوفيق والنجاح. مهندس محمد شتا مرشح لعضويه مجلس اداره نادي 6 اكتوبر وبالتوفيق لكل أعضاء مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر. وبشكركم مشاهدينا، وانتظرونا في حلقة جديدة ببرنامجنا باختصار، وأشوفكم على خير.